عارف نفسك؟ محمود محمد عبد الباقي، انا اشتغلت في السعوديه 30 سنه، جيت اجازه هنا مصر ورجعت وقفوني في مطار جده وقالوا لي انت عندك فيروس كبد ممنوع تخش. قالوا لي تعالى هنسالك كلمتين كده وهتطلع. اما رحت حبسوني، قعدت 42 يوم في السجن ورحلوني على مصر. جيت الساعه 2 بالليل هنا المطار، عملت الساعه تحليل الساعه 9 الصبح، ما عنديش حاجه. خدوا كل فلوسي، الكفيل خد كل ما املك. انا كان عندي ورشه معدات كبيره، واليافطه بتاعتي انا معتصم من قبل رمضان باربع ايام ومضرب عن الطعام. اتصلت بجميع الحكومه اللي هنا، مفيش فايده ابدا. انا لسه مكلم مكتب وزير الخارجيه دلوقتي، مفيش فايده، يعني حكومتنا مفيش فايده. شكرا.